السلام والاحترام إخواني الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد إن شاء الله. في مقطعنا هذا وكما ترون على العنوان، سوف أشارككم في هذا المقطع يعني باكج عقد ترشيح 5 نجوم الجديد الذي سوف يكون حاضر معنا إن شاء الله غدا يوم الخميس بإذن الله. يعني هذا الباكج من الممكن أن يكون حاضر معنا بنسبة كبيرة لأن كل التسريبات تتحدث عن هذا الباكج. المهم سوف أشارككم هذا الباكج بإذن الله. أتمنى منكم إشراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك، وأهم شيء أساطير صلوا على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما الآن إخواني الكرام، سوف ننتقل مباشرة إلى هذا الباكج الأسطوري الذي سوف يكون مكان هذا الباكج بإذن الله. كم أين هو الباكج عقد ترشيح؟ وكما ترون إخواني الكرام، يعني من معظم لاعبيه برونو فرنانديز ونونو مينديز. المهم إخواني الكرام، الباكج الذي سوف أشارككم إياه وأول لاعبيه هو بونيفاس في مركز CF بليفل أول 88 ودخل تشكيلة إن شاء الله 90 بإذن الله. أما بالنسبة إلى اللاعب الثاني هو لوكمان، بعد تطويره سوف يصل إلى 90 وداخل تشكيلة 93 في مركز الاس اس. ثم اللاعب التالي هو هانكو في مركز الال بي، بعد تطوير هذا اللاعب سوف يكون بليفل 91 وداخل تشكيلة إن شاء الله 94. فريمبونغ هو اللاعب التالي في مركز الار بي، بعد تطوير هذا اللاعب 92 وداخل تشكيلة إن شاء الله 95. ثم اللاعب التالي هو روبن نيفيس في مركز دي ام اف بليفل أول 93 أو بعد تطويره 93 وداخل تشكيلة إن شاء الله 96 بإذن الله. حارس هذا الباكج بطبيعة الحال هو الأسطورة العرب ياسين بونو، سوف يكون حاضر معنا في مركز جول كيبر بليفل بعد تطويره 94 وداخل تشكيلة 97. من الممكن يا إخواني الكرام أن تكون نسخة أسطورية لياسين بونو، أنصح الجميع بشراء هذه النسخة، سوف يكون من أقوى يعني الحراس داخل اللعبة. ثم اللاعب التالي هو بيليغريني في مركز IMF بعد تطوير هذا اللاعب 95 وداخل تشكيلة 97 بإذن الله. ثم راشفورد سوف يكون حاضر معنا إن شاء الله في مركز LWF بعد تطوير هذه النسخة، سوف تصل إلى 94 وداخل تشكيلة 97. صاليبا هو مدافع هذا الباكج في مركز سيبي بعد تطوير هذه النسخة 94 وداخل تشكيلة 97 بإذن الله. ثم اللاعب التالي سوف يكون حاضر معنا دي ماريا في مركز RWF بليفل بعد تطوير 95 وداخل تشكيلة ممكن أن تصل نسخته إلى 98. وآخر لاعب هذا الباكج هو برونو فرنانديز في مركز IMF بليفل بعد تطوير 95 وداخل تشكيلة 98 إن شاء الله. كما ترون إخواني الكرام، لقد يعني شاركتكم هذا الباكج الذي الكل يتحدث عنه وليس مضمون 100% إخواني الكرام، ولكن بنسبة كبيرة ممكن أن يكون حاضر معنا غدا بإذن الله يوم الخميس. هذه كل تسريبات بيس موبايل خاصة بباكج عقد ترشيح 5 نجوم. أتمنى منكم إشراك في القناة ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.